بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح النهارده، بوضوح حلقه فنيه رياضيه مختلفه متميزه جدا، لان ضيوفنا فيها مختلفين تماما. معانا يعني في اولى فقراتنا نجم من هؤلاء النجوم، بدا في الكوره وكان نجم كبير جدا جدا، وبعدين الحقيقه يبدو ان هو المزيكا خطفته والتمثيل خطفه. كابتن احمد صلاح حسني، اهلا بيك، شرفتني وانستني النهارده في وضوح، وبتشاركني ايضا في تقديم هذه الحلقه كابتن شيماء منصور، اول حكم دولي في لعبه كره القدم. كابتن شيماء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا دكتور، وسعيد بوجودك معانا النهارده جدا. وفي التحكيم بقى هتحكمي بيني وبين احمد النهارده. انا اللي سعيده جدا جدا بوجودي مع حضرتك وبوجودي مع كابتن احمد. خلينا نشوف التقرير اللي عدوا فريق الاعداد عن كابتن احمد صلاح حسني، ونشوف كمان في التقرير حاجه مختلفة. مش هنشوف بس الكورة، لا هنشوف الكورة وهنشوف التمثيل وهنشوف المزيكا، هنشوف كده يعني كولكشن كده، بنشوف التاريخ. تجارب نجوم الرياضة في الفن عادة ما تكون قصيرة لا تستمر طويلا، إلا أن لاعب النادي الأهلي السابق أحمد صلاح حسني خالف كافة التوقعات وأصبح أول لاعب كرة قدم يحترف الموسيقى ومهنة التمثيل ويستمر فيها، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية كان آخرها السيدة الأولى. بس أنا بصراحة ما كنتش أعرف حكايتك، بس بعد ما عرفت واجب على أحسن. ايه حذرك مريم؟ في ايه؟ ما تتكلم على طول. مريم هربانه من اهلها يا هشام، ومرمطه امها واختها وجدتها وراها في كل. ولد احمد صلاح حسني عام 79، وبدا حياته كلاعب كره قدم بالنادي الاهلي، وشارك في المنتخب المصري في العديد من المباريات، وسرعان ما خاض تجربه الاحتراف، واكتفى بما حققه في رياضه كره القدم عام 2008. كابتن احمد صلاح حسني سوني، قعدت فتره طويله جدا بعد ما سبت الكوره رحت راجع على طول على التلحين، وابتدينا نشوف اول اغنيه كانت ليك تقريبا حاجه مش طبيعيه. اول اغنيه كان عليها اسمي يعني نزلتها يعني باسمي. اول اغنيه نزلتها باسمي كانت معاك برتاح. معاك برتاح وبعد كده ابتديت تنزل سوني. كنت بنزل اول سوني، كنت قلقان شويه بصراحه. ليه بقى؟ لان فيلد الكوره الاعلام فيه او النقد فيه حاد جدا، ولما كنت بلعب كوره يعني كان الموضوع صعب جدا ان انت تقنع الناس ان انت ممكن تبقى عندك حته فنيه، لانها بتاخد من الكوره دي وجهه نظر الناس ان انت مش مركز في الكوره، يعني انت هتلحن وبتفكر في تلحين وانت عندك ماتشات ولعيب، وكمان البوزيشن بتاعي اللي هو انت طول الوقت لازم كل ماتش تجيب جون، يعني انت لو ما جبتش جون الماتش ده الناس هتزعل منك، والماتش اللي بعديه تجيب جون الناس تطلعك السما. فكنت قلقان بصراحه، وكنت عايز اخد، انا بحب اخد كل حاجه اديها وقتها. انت قلتها يعني وعبرت عنها بوضوح جدا، يعني جول يطلعك السما وجول ينزلك الارض، وماتش حلو يا سلام تبقى نجم النجوم، وماتش وحش تتحد بالطوب وبالطماطم. دي حقيقة. دي مشكله. اقول لك الحقيقه، انا لما كنت في الكوره بس كنت فاكر ان الجمله دي صح، ان الكوره فيها ريسك، هي الحياه عامه فيها ريسك، اي حاجه انت بتعملها وبتحبها او عندك باشن ليها هيبقى فيها ريسك. اوكي. هي الفكره ان انت لازم تبقى قوي هنا، يعني لازم منتلي تبقى مستعد لده، وعمرك ما هتبقى مستعد وعمرك ما هتعرف ايه اللي جاي عليك. ده يعني هو حلاوه كرة القدم، حلاوة التمثيل، حلاوة الإبداع عامة، إن أنت ما بتبقاش عامل بلان، يعني هو مش بيزنس، أنا مش راجل مهندس أو راجل دكتور أو راجل، الناس دي ممكن تعمل بلان، لكن أو ممكن تعمل خطة لحياتها، لكن لعيب الكورة هيعمل خطة إزاي؟ أنت بتنزل لايف يعني حالا لازم ألعب دلوقتي وأبقى كويس دلوقتي وأجيب جون دلوقتي والناس كلها بتتفرج عليك، ده ريسك. التمثيل نفس القصة، الكاميرا بتفضح اي بني ادم في الدنيا، يعني هي. طب انت عملت الشيفت ازاي؟ يعني انت ازاي لما اعتزلت الكورة اتجهت للتمثيل وفكرت فيه ازاي الموضوع؟
يعني هضطر ارجع لك لورا شويه لان انا اصلا اول حاجه كنت عايز اعملها وده ممكن يزعل مني الناس بتاعت الكوره ان انا اصلا كنت عايز امثل يعني انا من وانا صغير عندي اوبسيشن عندي وسواس. جنان بال عندي الوسواس هو ده اللي خلاك تبعد عن الكوره لا مش ده اللي خلاني ابعد عن الكوره إيه انا بقى خلاك تبعد انا هقول لك فكره ان انا لما يبقى عندك باشن من وانت صغير او حابب حاجه من وانت صغير بتفضل لبساك بتفضل جواك طول الوقت فانا بحب التنافس والكوره هي عباره عن تنافس هي رياضه عباره عن تنافس انا اللي ساعدني في الكوره ان انا والدي كان راجل رياضي فاتعلمت حاجات في الكوره اكتر من البني ادم اللي ممكن يبقى ما عندوش حد يعلمه او يعني انا من وانا صغير افتكر ان انا كنت بقعد مع بابايا اتفرج على الماتشات هو بيتفرج على الماتشات بطريقه مختلفه جدا عن الناس الطبيعيه انا كنت اقعد مع الناس تلاقي الناس هي ويقعدوا يتنططوا وبتاع هو قاعد مركز ويقول لي هنا هيحصل كذا وهنا المفروض المدرب يعمل كذا وينزل كذا فعنده وجهه نظر فده انا بحب لما اشوف حاجه او اتفرج على حاجه اتعلم كل حاجه عنها فده خلاني بقى عندي ثقافه في الكوره اكتر بدري شويه فبقيت غير ان انا ممكن يبقى عندي موهبه او ان انا قوي او ان انا جسمي كويس ابقى ازاي ابقى لعيب ذكي فهي فيها منافسه فانا اتسرقت في موضوع الكوره ده التمثيل جه ازاي بقى التمثيل تعبت قوي جه ازاي تعبت قوي يعني اعتزلت قررت انك انت تعمل ايه اعتزلت 26 سنه وده في توقيت يعني في الكوره بيك يعني اعلى وقت ممكن الكلايمكس بيسموها في الكوره الكلايمكس بتاع لعيب الكوره وبالذات ان انا بادئ بدري يعني انا بدات انا احترفت 19 سنه تقريبا ف يعني خدت الكوره خدت الحلو بتاع الكوره من الاول فانت المفروض توصل لسن 26 سنه ده تبدا بقى روح لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ثانيه يا دكتور ان هو من يعني كابتن احمد من الناس اللي لعبت مثلا في الدوري الالماني الدوري السويسري الدوري الصيني التركي لا الصيني لا ما لعبتش لعبت في تركيا وبلجيكا والمانيا فيعني يعني خدت شوط كويس جدا جدا كلاعب احترافي كويس وانا يعني بالارقام انا احترفت 11 سنه 11 سنه ده كتير قوي يعني معظم اللعيبه اللي في مصر اللي هم نقول احترفوا كتير يعني رمزي ميدو تقريبا في نفس الرينج بس انا عشان بدات بدري قوي وزي ما بقول لك موضوع التمثيل جه انه انا جه ازاي انا قررت ان انا هبطل كوره وقرار انا بجد يعني انا مش عارف ازاي خدته في السن ده كمان ان انت 26 سنه انت برضو انت لسه صغير وكوره ليها هيبتها وليها نجوميتها وليها ناس بتحبها فان انت تاخد القرار ده وتقول لا انا هوقف علشان امثل بس انا مش عايز امثل زي اللي مثله قبل كده بمعنى يعني ما اقصدش حاجه ولكن ان الفيدباك بتاع لعيبه الكوره اللي مثلت مش حلو ودي الحقيقه يعني في نماذج حلوه وفي نماذج وحشه بس انا لقيت ايه ان مفيش لعيب كوره استمر في موضوع التمثيل وخده ان هو دي شغلته ان دي الحاجه اللي هو عايز يعملها في حياته مفيش يعني ممكن نقول كلهم كانوا واخدينها هوايه ممكن نقول امثال دخلوا التمثيل وعملوا حاجات حلوه فعلا كابتن صالح سليم كابتن عادل هيكل كابتن اكرامي الناس دي كلها دخلوا التمثيل ولكن اللي عجبني فيهم ان هم ما دخلوش انا اسف في اللفظ يعني يهزقوا نفسهم ايوه هم دخلوا هعمل ده يبقى هعمله كويس هطلع شكلي كويس همثل بجد هبقى فهم عملوا ده ولكن ما بقتش دي الحرفه بتاعتهم او هم مش حابينها يعني انا بصراحه بحس ان انا لكن واضح التمثيل بالنسبه لك بقى الاساس انا تمثيل مين اداك الخطوه البوش الاوليه بقى بص انا وقفت كوره زي ما قلت لك 26 سنه ابتديت ادرس موضوع التمثيل واخد كلاسز لحد سن 31 سنه يعني يمكن قعدت خمس سنين وفي خلال الخمس سنين دي انت عارف طبعا لعيبه الكوره لما بتبطل كانت نازله موضه انه يمثل وينزل بقى يعمل افلام يعلق على المباريات ويعلق على المباريات وطبعا تعلقت على المباريات لا خالص انا من ساعه ما بطلت كوره ما عملتش حاجه غير التمثيل والتمثيل اي حاجه وما طلعتش في اي برامج ولا بعدت خالص لان انا كنت عايز قلت انت اللي هيخليك
الناس تقبلك في الحته دي، لان التمثيل ده انت مش بتطلع بشخصيه. لا وبعدين واضح انك انت كمان خدت الموضوع باحترافيه، اصل انت اشتغلت على نفسك بقى في التمثيل. بالظبط. وده موضوع مختلف، ده معناه انك انت واخده ككارير وعايز تكمل. انا بقول لك انا مش بمثل التمثيل علشان ابقى ممثل، انا بحب التمثيل. يعني انا بحب فكره ان انت تخرج بره نفسك وتبقى شخصيه تانية. وده بقول لك انا مهووس من زمان مريض يعني. طب خلينا نشوف كده اول حاجه بطوله احمد صلاح حسني. وبتضرب كمان يعني، خد بالك انت بتمثل وبتضرب يعني. المسلسل ده تأذيت فيك انت شربت له ده؟ لا يعني فكره ان انا فعلا كنت بضرب كتير قوي في المسلسل. هو شخصيه طبعا تامر حبيب من المؤلفين اللي بحبهم جدا، وكان ليا الشرف ان انا اشتغل معاه في اول عمل ليا يعني، هو طبعا استاذ خالد مرعي واستاذ سامح سليم. كاتب شخصيه فعلا الشخصيه دي موجوده، وانا اتسرقت بيها جدا في القرايه. ويمكن الدور ده هو ده اول دور اعمله، الدور ده جالي بالصدفه الرهيبه يعني يمكن تامر حبيب صديق ليا من زمان، بس انا عمري ما قلت له ان انا عايز امثل. احنا صحاب فبنتقابل مع صحابنا، فبنقعد نتكلم في السينما وتاريخ السينما والمخرجين القدام ومخرجين امريكا وهوليوود ونقعد نتكلم كتير جدا. هو استغرب انه لقاني مثقف جدا، بس عمري ما قلت له ان انا عايز امثل. ففي صديق ليا مساعد مخرج كان شغال مع استاذ خالد مرعي في الفتره دي، وقال له كانوا بيعملوا كاستنج للدور ده وعملوا كاستنج كتير قوي. وبعدين قال له انا في واحد في دماغي عايز اوريهولك كان بيلعب كوره. قال له بيلعب كوره مين؟ قال له احمد صلاح حسني. قال له عارفه خليجي. فهم كانوا في استوديو مصر. فوالله رحت، سبحان الله الحاجه لما بتجيلك. وكل ده انا عمري ما طلبت من حد ان انا امثل ولا قلت الموضوع بصوت عالي يعني. دخلت على استاذ خالد مرعي، قال لي ازيك، وقعد قال لي انت عايز تمثل وبتاع، ابتدى يبص لي كده. وبعدين عمل لي تيست كاميرا مشهد، قعدت قريته. وبعدين دخل عملت المشهد، قال لهم اوكي. قلت له اوكي يلا اتفضل مبروك. فهي جت كده. وبعد كده عرف تامر حبيب، قال لهم طبعا ده بس يعني. وبرده عملت مشهد الادمان كويس، او نشوف مشهد الادمان. واضح انك انت يعني الاحتراف بدا من البدايه يعني. شايفك بتمثل بقوه يعني، مش يعني الموضوع عندك واخد شكل فعلا دراسه واكاديمي، وانك انت عايز تعرف وتنطق ازاي تتكلم كده. ازاي لا بس بيمثل يعني، لا اصل دارس يعني. هو حتى قال لك ان انا اخدت كورسز عشان خاطر يخش في الموضوع. انا ما بحبش اتفرج على نفسي خالص خالص يعني، انا مش مبسوط خالص. بص، هو على طول انت بتحس ان في احسن على طول عندك. طب انا عايز اوريك الاحسن، تعال نشوف الاحسن عشان نقيم. يلا شوف الاحسن. يعني اظن في فرق يعني، انت نفسك اكيد لمست جواك ان في فرق في ادائك ما بين تحت الارض وشربات لوز، ولا حسيت بايه؟ طبعا لا انا اكتر حاجه كمان بتبهرني في الشغلانه دي بامانه، ان انت مش بين كل عمل وعمل، لا ده انت ممكن بين كل تيك وتيك، بين كل مشهد ومشهد بتتعلم حاجه جديده، بتكتسب حاجه جديده. هي فعلا دي يعني دي ما ينفعش بقى تشرحها لحد ما مثلش يعني. اللي مثل هيفهم انا قصدي كويس، انه فعلا حلاوه التمثيل في ان انت بتتعلم حاجه كل يوم. هل لو انت كنت اختصرت، انا بتكلم مع لعيب كره دولي محترف لعب بره مصر كتير وناس كتير جدا عارفه قد ايه انت لعيب فوق الممتاز، واعتزلت في سن صغير جدا، هل فتره لعبك دي لو كنت اختصرتها وكنت بدات بالتمثيل كان هيكون افضل لك، ولا العكس لو كنت كملت في الكورة وما روحش تمثيل كان هيبقى أفضل لك؟ بص، هو الاتنين حلوين، كان ممكن أعملهم، بس أنا كنت هبقى مبسوط ولا لأ؟ هو ده السؤال يعني. هل يعني طب أنت كنت مبسوط أكتر بإيه؟ بالكورة ولا بالتمثيل دلوقتي؟ أنا كنت مبسوط بالكورة بسبب إن أنا بني آدم بعشق التنافس، وقلت لنفسي إن أنا ما دام بدأتها لازم أوصل فيها لحاجة كويسة، مش حاجه كويسه، حاجه في الوقت اللي انا احترفت فيه ما كانش فيه موضوع الاحتراف، خلي بالك انه
كان في احتراف الفريق الاول، لعيب من الفريق الاول، لكن الناشئين يطلعوا يحترفوا بره ما كانش لسه عندنا الثقافه دي. فكنت انا يمكن تقريبا اول واحد، وبعدين طلع بعديه هاني سعيد. هاني سعيد وهاني كان طلع بمشكله كمان، ما كانش طلع ليجل، فتقريبا كنت انا طالع اول واحد بدا الموضوع ده. فانا قلت انا اكيد يعني ربنا كاتب لي ان انا ابقى لعيب كوره، فلازم استغلها يعني. وعملت ده وقدرت ان انا العب 11 سنه كمحترف بره مصر. انت مش ندمان على قرار الاعتزال عن السينما او التمثيل؟ خالص خالص. انا مش ندمان. انا ساعات بيجي لي اسئله في دماغي، لو كنت مثلت الاول، لو كنت بدات الاول، كان ممكن ابقى في حته، كان ممكن اتعلم الحاجات اللي انا بتعلمها دلوقتي في السن ده قبل شويه. وايه كانت الاجابه؟ ايه الاجابه على طول؟ ان انت عملت، انت برضو عملت حاجه حلوه يعني. طب هل في يعني انت اشتغلت في مناخين، في وسطين مختلفين، ثلاثه لسه هتكلم في الثالث دلوقتي يعني انت بتلحم مزيكا وبتمثل في وسط الفني، وكنت في الوسط الرياضي. ايهما افضل لك؟ اي وسط بالنسبه لهم افضل لك؟ وانت كنت لاعب خط وسط بقى. لا ما ينفعش اقول مين افضل. طب انهي في ضمانات اكتر؟ ينفع اقول مين اصعب؟ مين اصعب؟ بجاوب لك مين اصعب؟ الاصعب هو ال طب مين امن؟ بالتمثيل. الضمانات الاكتر يعني، انهي حاجه فيها ضمانات؟ انت اكتر واحد عارف ان مفيش ضمانات ولا في الكوره ولا في التمثيل. انت فاهمني كويس يعني، انت عندك ضمان في اللي انت بتعمله؟ لا لا خالص والله ما اضمن. طيب فهي ما فيهاش ضمانات، هي فيها قد ايه انا بحب اللي انا بعمله، وهعمله باتقان قد ايه، وهديله قد ايه عشان الدين. انا وانا لعيب كوره كنت بدي الكوره اكتر من اي حاجه تانية. لما بطلت كوره بقيت بدي التمثيل اكتر من اي حاجه تانية، وهو ده الطبيعي. بس اهم حاجه ابقى بحبها. ما انا ما ينفعش، عمرك ما هتدي من غير ما تبقى حابب اللي انت بتعمله. مزيكا ايه يعني؟ انت لحنت، وبعدين لما لحنت ما لحنتش لناس عاديه، لحنت لعمرو دياب، محمد حماقي. ده اجتهاد جديد، طريق ثالث. اجتهاد طبعا، اجتهاد. اصله احساس يعني. انت التلحين ده ما اقدرش اقول لك ان انا قعدت في البيت فقلت انا هلحن عمرو عشان حد يخش دماغه. عمرو يعني انا صديقي وبعرفه طبعا. لا يعني برضو دماغ مش اي حد يخش دماغه. حماقي نجم كبير برضو يعني طبعا. لا في حماقي، وفي برضو عشان ما ننساش حد، في اصاله وفي شيرين وفي طب ما تقول لنا عملت ايه بقى الايه مين عشان يبقى احنا شيرين عملت لها اغنيه اسمها اعصابه ثلاجه، واصاله عملت لها اغنيه اسمها اساسي، وعملت برضو نيكول صابا اغنيه انا وحسن الشافعي برضو، كانت من الاغاني الحلوه. فاشتغلت مع عمرو. عملت له ايه وايه؟ لا عمرو عملت له اغنيه واحده، انا معاك برتاح. انا معاك برتاح. حمائي حمائي يمكن الالبوم اللي فات عملت له كذا اغنيه، كانوا اربع او خمس اغاني في الالبوم يعني من احبهم. انا عايز اسالك عن حاجه فعلا يعني، ممكن تشرح لي كده ايه اللي انت استفدته من انت اول حاجه اتعاملت فيها، اتعاملت مع اهم نجوم في الوطن العربي، عمرو دياب، حمائي، شيرين؟ انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا عرفت ان انا لما بركز في حاجه ببقى كويس. بس انت مين فيهم؟ انت احمد صلاح حسني اللعيب، ولا احمد صلاح حسني الممثل، ولا احمد صلاح حسني الملحن؟ السؤال ده حلو قوي، بس انا بجد مش عارف. انا مين فيهم؟ انا الشاطر اللي فيهم يعني. انا بحاول ابقى شاطر، مش عايز اقول شاطر إن لا انت شاطر. لا يعني اقصد ان انا المجتهد اللي لو حب حاجه هيعملها ب 100%. ايوه بس انت فين في الاخر؟ انت في الاخر يعني انت حددت وقلت انا مش هكمل في الكوره. انا احمد صلاح حسني الممثل. الممثل الممثل مليون في الميه. مليون في الميه طبعا. يعني انت لو تعرض عليك تبقى اي حاجه من اتنين، ملحن شاطر جدا ولا ممثل، تبقى ممثل؟ طبعا انا لو اتعرض عليا اي حاجة يعني فيه. لو كنت قعدت معاك في البرنامج بتاعك ده وانا بلعب كوره وبره ومحترف، وكنت سالتني السؤال ده، كانت الاجابه كنت هقول لك انا عايز امثل طبعا. عملت دور حلو قوي في السيده الاولى. تعال نشوف الاول عملت ايه وبعدين نرجع نتكلم.
طبعا نقله ثالثه السيده الاولى ودور مدير حمله رئيس الجمهوريه، دور مختلف واداء مختلف وشخصيه كمان مختلف. واضح انك انت واخد السلم خطوه خطوه، لكن بدات تجري على السلم. السيده الاولى بيمثل ايه بالنسبه لك بقى في مشوارك الفني؟ الايه السيده الاولى طبعا حاجه اكسبيرينس او خبره خدتها، مهما قلت لك يعني تقف قدام استاذ ممدوح عبد العليم وغاده عبد الرازق وفي معاهم في المشهد هنا استاذ احمد سلامه، يعني اساتذه كبار. فان انت تقف وتقول وتتكلم وتمثل وتزعق وكان الحاجات دي مش سهله الا لو انت فعلا جوه الشخصيه بتاعتك. واكتشفت ان الممثل الكويس بيحترم قوي الممثل الكويس والممثل المجتهد. ان انا يعني تقريبا المشهد ده بالصدفه كان اول يوم تصوير لينا في المسلسل، وكلنا كنا قلقانين جدا. وانا عارف ان انت صديق للاستاذ ممدوح، ها صحيح. وانت عارف كويس قوي هو قد ايه قلق وقد ايه هو يعني هو من المكاسب بتاعتي بصراحه على المستوى الشخصي كمان، ان هو يعني اخويا الكبير مش عايز اكبره. فهو اليوم ده كان صعب جدا، كان يوم فيه مشاهد سيكونس في مشاهد متقدمه شويه في الحلقات، فلما تبدا المسلسل في الحاله دي بيبقى صعب شويه وكلنا مع بعض. ف يعني مش عايز اقول لك اليوم ده بالذات انا فاكره كويس جدا، انه قد ايه بتقعد تشوف واحد زي استاذ ممدوح واحده زي غاده ازاي الناس دي بتحضر قبل دخولها مشهد على طول. الحاجات دي انت مهما رحت درست يعني انا بقول لك قعدت 5 سنين بدرس، بس لو قلت لي ادرس 10 سنين كمان وروح هوليوود اقول لك لا انا عايز اشتغل، لان الشغل لما تبقى ان جوه الفيل جوه المشهد مع الناس دي انت بتشوف حاجات وبتتعلم حاجات وبتكتشف في نفسك حاجات انت ما كنتش متوقعها. ايه اللي جاي بقى؟ مشاريعك القادمه؟ خير ان شاء الله. بص هو انت زي ما انت قلت انا بحب او انا واخد الموضوع ستيب باي ستيب خطوه باللي بعديها. احمد صلاح حسني لعيب الكوره انا مش فاكره، والله بكلمك بامانه انا مش فاكره. انا بدات الممثل المبتدئ اللي من الصفر، باخد الخطوه في الثانيه ودي حلاوتها، ده انا مستمتع بده. فانا اللي جاي ان شاء الله هيبقى ستيب، ممكن تبقى يا رب تبقى خطوه ايجابيه زي لو دول بداناهم كده زي ما حضرتك عرضت مسلسلات في بعض، ان بتلاقي في تطور. انا هو ده اهم حاجه عندي، ان انا اقرا الموضوع وابتدي اكتسب خبره في في في, في التمثيل. انا مش هقدر انكر تاريخك الكروي الطويل ولا تاريخك الرياضي المحترم، بالعكس ده بيضاف لرصيدك عند معجبينك وعند مشاهدينك من اللي بيحبوا حتى فنك. احنا في انتظار نشوف الحان جديده وبطولات جديده، وانا سعيد اني شفتك النهارده، ويعني يمكن تديتنا النهارده نموذج بالنسبه لي انا فريد، الانسان اللي هو مؤمن بحاجه وبيحبها فعشان خاطر ايمانه بيها يقدر ياخد القرار الصعب ان هو يمتنع عنها عشان يخش في الطريق زي ما انت قلت من الصفر. نورتنا، ربنا يخليك. ميرسي. نطلع الفاصل نرجع تاني نواصل. الحقيقه برضو فكره ان الانسان يبدا في كارير وبعدين يحيد عن هذا الكارير ويغير الكارير او يبقى بيدرس حاجه وعنده موهبه في حاجه تانية موجوده برضو في حياتنا شفناها وهنشوفها دلوقتي مع طبيب استاذ دكتور في مجال الامراض الجلديه والتناسليه، يعني الناس ممكن تتخضر وتسمع الكلام ده. وبعدين مع منتصف التسعينات انطلق واصبح من اشهر المطربين العرب الدكتور هيثم الشاولي او المطرب هيثم الشاولي. راجل كان طبيب وبعدين ساب الطب وبقى مطرب معروف جدا، وبعدين بعد فتره عاد للطب مره اخرى وساب الفن، واخيرا عاد مره اخرى بس على استحياء الفن. اهلا بيك دكتور هيثم، انا سعيد جدا بعد غيبه طويله جدا وسنوات من الانقطاع انك انت تعود مره اخرى، اهلا بيك. انا سعيد بيك يا دكتور عمرو،
واني انا اكون موجود معاكم في مصر المره دي ومعاك بالذات انت يعني بحكم العشره الطويله اللي بيننا. ربنا يخليك. الله يخليك شيماء. يعني انت مش لفت نظرك فكره ان يعني انت حكم دولي وبتمثلي دلوقتي وبنشوفه كان معانا لعيبه كوره وبيمثلوا دلوقتي معانا دكتور هيثم كان دكتور وامراض جلديه وتناسليه. لا لا وعنده اقتراح يعني عنده اختراعات واكتشافات كبيره جدا. واهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا اهلا. استني قبل ما نبدا انا عايزين نشوف البروفايل بتاع الدكتور. ايه رايك؟ طيب شوف البروفايل. ما بين الطب والفن والابتكار والإعلام مسارات عدة سارها الطبيب المبدع الدكتور هيثم محمود الشولي الذي خاض تجارب متعددة وحقق العديد من الإنجازات في عدة مجالات. الدكتور هيثم الشولي من مواليد عام 1968 بمكة المكرمة. والده كان سفيرا بوزارة الخارجية السعودية ودرس الطب بجامعة الأزهر أثناء عمل والده في القاهرة. تكونت خبراته في عدد من الدول بينها إسبانيا والسودان وسوريا ونيجيريا وكافة الدول التي عمل بها والده في الدبلوماسية السعودية. وأثناء دراسته بالقاهرة احترف الشولي الغناء، فهو المطرب السعودي والخليجي الوحيد الذي اعتمده التلفزيون المصري عام 1993، وسجل حتى الآن حوالي 6 ألبومات غنائية حققت نجاحا بالغا في الوطن العربي، كما يعد أحد أبرز مؤسسي الغنوة الشبابية السعودية وأول سعودي يصور فيديو كليب عام 1990 لأغنية أحلى الأشواق. ورغم أنه مؤسس لأول مركز تعليمي أكاديمي لتعليم الموسيقى واكتشاف المواهب بمدينة جدة، إلا أن الدكتور هيثم يعمل طبيبا بمستشفى الملك فهد بجدة بتخصص الأمراض الجلدية، وهو طبيب بارع في عمله وله اكتشافات طبية خاصة أبرزها ابتكار تركيبة طبيعية للإقلاع عن التدخين خلال أسبوع من استخدامها. تلك التركيبة التي اعتمدتها منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية وأطلق عليها اسم دكتور شولي للإقلاع عن التدخين. دكتور احنا متشرفين جدا جدا بحضرتك وانا شخصيا، وعايز اقول لك ان انا اتبسطت قوي قوي ان في حد في مجتمعنا العربي وبالذات المجتمع السعودي احنا دايما بنعرفه ان هو متحفظ شويه. ازاي بقى حضرتك جمعت ما بين التحفظ ده وان انت تكون طبيب وعندك علاقه بالفن كويسه جدا؟ والله يعني انا يعني بحكم عشتي طول عمري برا السعوديه، من انا طفل تقريبا من عمري 3 سنوات عشت في اسبانيا زي ما قالوا في التقرير اسبانيا والسودان وسوريا، وعشت اطول فتره في حياتي مصر وانا تاثرت في مصر جدا، وانا اعتبر من عشاق مصر مع انه بقالي فتره طويله يمكن ما نزلتهاش بحدود 4-5 سنوات، بس انا يعني بعشق مصر وبدايتي وتربيتي كلها اعدادي وثانوي وطب من 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 مصر. وبالتالي انا يعني بحكم التحفظ يعني والدي رجل متحرر وافكاره يعني بحكم عمله كدبلوماسي ادانا المجال انه ينمي فينا الهوايات. وانا من انا صغير تقريبا من 6 ابتدائي بدات اتعلم الموسيقى وكنت لكن ما فكرتش اخش بعد الموسيقى. لا دخلت يعني دخلت دخلت بس انا كنت في الجامعه وقتها لما دخلت في طب وعشت لوحدي تكمله الطب في مصر دخلت في دراسات حره ودخلت في المعهد. ده كان من باذن الوالد ولا من ورا الوالد؟ لا هو في البدايه كان من ورا الوالد. ايوه عارف حلو السؤال ده. ليه؟ لانه في البدايه كان خايف ان انا ممكن الفن
ياخدني عن الدراسة. بس بعد ما أنا تخرجت من كلية الطب وبقيت طبيب يعني قال لي خلاص أعمل اللي أنت يعني عايزه، لأنه خلاص يعني أهم حاجة إن الوالد دائما يهمه في ابنه أنه يتخرج من كلية الطب أو من جامعة أو يكون معه شهادة. بس أنت كنت طبيب ناجح وتخصصت في مجال ناجح وطبيب مرموق في السعودية، يعني إزاي وأنت طبيب تسيب الطب وتروح تغني؟ لا، هو اللي حصل ان انا يعني فنان قبل ما اكون طبيب. يعني انا دخلت الطب واعتمدت في التلفزيون المصري وانا لسه طالب في كلية الطب، وبدأت اعمل الالبوم الاولاني وانا طالب. لما نجحت وتخرجت من كلية الطب هنا صار عندي نوع من الخيار، يدا يدا. وبالرغم من كده حاولت انا بمارس الطب من سنة 94 لغاية 2004 وانا بمارس كطبيب في السعودية وفي عملي بوزارة الصحة، بمارس الفن وباجي بصور أغاني وأعمل، لغاية ما وصلت لمرحلة إن أنا يعني انشغالات الطبية زادت جدا، زائد إنه برضو كمان جانا نوع من الطفش شوية أو من الملل الفني، إنه وصلنا لمرحلة إنه الفن والوسط الفني كله تغير، اضطريت إني أتوقف شوي وأركز في الطب. وبجانب الطب أنا ما تركت الفن، أنا عملت مؤسسة إنتاج فني وركزت في أن أنتج أعمال فنية لفنانين كتير موجودين معروفين أنا أنتجت لهم. زي مين؟ اشترينا وعملنا أعمال كتير جدا، مثل شيرين، مثل تامر حسني، مثل حسن الأسمر الله يرحمه، مثل سعيد سعد الصغير، لؤي، أسماء كتيرة ما حفتكرها، وائل جسار، نانسي عجرم، كل دول أنا عملت معهم أعمال ممكن بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لو غير مباشرة عن طريق المنتج الموجود في مصر كنت بتعاقد معه، بناخد شغلهم وبننزلهم في السعودية. لكن في قررت بقى ترجع تاني تغني؟ أنا عشان كده انشغلت بعيد عن الفن كشخصي كهيثم الشاولي، وقلت كفاية أكتفي بالمؤسسة التوزيع الفني والطب. بعدين الحنين يعني عارف رجع برضو الواحد برضو يعني نجحنا فنانين كتير جدا واشتهروا، وأنا يعني معروف أنا كنت من أوائل الناس أو أوائل المطربين السعوديين اللي بدأوا بالغنوة الحديثة اللي وصل صورتها الآن. سمعنا إيه؟ عايزين نسمعك بقى. يعني والله يعني أنا يعني بجهز أعمال جديدة الآن في القاهرة. جميل. بس بحب أول شيء أسمعكم على غنوة بتغرب، دي من الأغاني أنا اللي بعتز فيها جدا، والغنوة هذه بإنك عشرتي وناسي يا فجر جديد بيعلم في قلبي روحي وإحساسي، عمري في الهوى سلم بإنك عشرتي وناسي يا فجر جديد بيعلم في قلبي وروحي وإحساسي، وبتغرب وأنا جارك وبشتاق لك بأسرارك، وبتغرب وانا جارك وبشتاق لك بأسرارك، ما يغيب لحن أوتارك لو احزن هو بيواسي، لو احزن هو بيواسي. يوه 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 يوه. عمري في الهوى سلم بإنك عشرتي وناسي يا فجر جديد بيعلم في قلبي وروحي وإحساسي، عمري في الهوى سلم بإنك عشرتي وناسي يا فجر جديد بيعلم في قلبي وروحي وإحساسي، بتغرب وأنا جارك بشتاق لك بأسرارك، ما يغيب لحني أوتارك
لو احزن هو بيواسي، لو احزن هو بيواسي. اللحن يعني جميل ده، حلو قوي. يعني ده لحن كان هو اللي عملناه في الام تي في، والحمد لله اخذت جائزه عليه من سنه 96، يعني بعد من 20 سنه تقريبا. حاسس انك انت حانن للغنى مره ثانيه يعني؟ والله انا من عشاق الغنى ومن عشاق الموسيقى، وبدات انا من عمري 20 سنه واعتمدت في الفتره دي، والحنين بدي ارجع تاني يعني اعمل حاجات جديده، لانه انا شايف الوسط الفني الان في نوعا ما يعني مو الوسط ولا الجمهور اتغير دكتور هيثم؟ الامور اتغيرت، والوسط الفني يعني احنا في عصر التسعينات، انا استمرت بدات من سنه 90 لغايه 2004 ووقفت بعد كده. يعني العصر تبعنا كان حلو جدا، مع انه احنا يعني تعرضنا لهجوم كثير في الفترة دي، لأنه كانت حملة تنقلية ما بين الطرب الأصيل وبين الأغنية الشبابية. الأغنية الشبابية كانوا يسموها الهابطة، كانت العصر الهابطة كان لها مسمى. دلوقتي بقت إيه بقى يعني؟ دلوقتي بقت إيه؟ ساعتها كانت هابطة، دلوقتي دحين هذا اللي إحنا عملناه من 20 سنة، دحين الأساس هو ده ماشي عليه الآن. بس هم ما ابتكروا حاجات جديدة، لسه مستمرة بنفس النمط مع تغيير بسيط في الآلات الموسيقية يعني. نطلع لفاصل ونرجع تاني نواصل حوارنا مع الطبيب المتخصص في علاج الأمراض الجلدية والتناسلية والمسؤول في وزارة الصحة السعودية والمطرب العائد بعد فترة طويلة الدكتور هيثم الشاولي بعد الفاصل. يعني دكتور احنا دلوقتي حالا شايفين الفيديو كليب دي، كان في الفترة دي كانت نقلة، حاجة كويسة جدا ان انت كنت عملت في الفترة دي حاجة. الانيميشن ده كان في الفترة دي حاجة قوية جدا، وذاعت في الام تي في كأول مصري كأول عربي سعودي تظهر له حاجة في الام تي في. قولي بقى ده كان شعورك ايه ان انت عملت حاجة زي دي وبعد كده توقفت؟ والله كان يعني شعور، انا يعني اتفوجئت بالشعور انهم اعلنوا انه الغنوه بتاعتي كتكنولوجيا اعتبروها يعني من الاغاني الممتازه في سنه 96 تقريبا. دي كانت غنوه بتغرب، بس بعد فتره انا عملت غنوه قريبه من بتغرب بس بتكنولوجيا جديده ومختلفه وفيها تقدم في 2003 اسمها عيني على الايام. دي كانت حاجة جديدة برضو، عملتها ميكس ما بيني وبين الانيميشن، وكانت تعتبر في وقتها كانت حاجة جديدة بس ما كسبتش في ولا في ام تي في ولا حاجة، بس عملت صدى كبير في التلفزيون المصري وقتها. كانت اسمها عيني على الأيام. عيني على الأيام بتعدي أوام، حبك يا سلام وانت معايا، أنا بك مشغول دايما على طول يا حبيبي خلاص وانت هوايا. عايز اسال حضرتك عن حاجه، يعني انت في الفتره اللي فاتت عملت كتاب اسمه افاق، جمعت فيه كل مقالاتك الطبيه ويعني اشتهر بشكل كويس جدا، قول لي بقى ده ايه؟ والله يعني انا يعني جات لي فتره كنت بكتب مقالات طبيه توعويه صحيه، الهدف منها توعيه الناس الاصحاء قبل ما يمرضوا. دي اهم نقطه احنا في مجتمعنا، انه احنا مشكلتنا بنعالج الانسان المريض بعد ما يمرض، صح؟ وهذا غلط، لانه انت ممكن تعالجه وتديله الوقايه قبل ما يمرض، هو ده المفيد، هو صحيح. لانه انا اكتشفت في خلال عملي فتره طويله في الطوارئ انه معظم الحالات اللي بيجونا